هاي سنابشاش، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اوكي، سألت لكم انه مبارح لقيت طريقة لأعمل شعري فيها كيرلي، لانه انا شعري الطبيعي كيرلي، بس لاني لعبت فيه كتير وصبغته وقصيته فراح منه الكيرلز. بس مبارح قلت لحالي ليش ما جرب هاي الطريقة، واللي هي طريقة اظن معروفة بس البرودكت اللي استخدمته جديد وما عارف زبط، ما عارف كيف بس زبط. المهم فهلأ تحممت وشعري لساته مبلول، فأول شي رح اعمله اني راح مشطه، اوكي، ويفضل انه كمان نمشط من تحت لانه رح نقلب الشعر. اوكي، هلا اللي عملته اني اخذت المنشفه وبس نشفت شعري، يعني ما عاد عم بينقط مي بس هو لساته مبلول يعني. اوكي، وهلا رح اخذ هذا السبراي، صرت عم بستخدمه حتى قبل ما استشور شعري عم بستعمله، اوكي، ويلي هو الليف ان كونديشنر. يمكن اي ليف ان كونديشنر يمشي حاله، بس هاد كتير مشي مع شعري. فاللي عملته اني بخيت كميه هائله، يعني ضليت عم بخ بخ بخ، مو مثل العاده اللي وقت استشور شعري بخ شوي وبس. بس مبارح بخيت كتير، اوكي، عبيت شعري كله ليف ان كونديشنر حتى من فوق ما ننسى. اوكي، حقلب شعري وكمان حط من تحت. وريحته حلوه، فبس انا ما شميت الريحه يعني اللي فيها، بس نشف شعري. اوكي، رح تقولوا ساره كتير، لا مو كتير السبراي. اوكي، انا مشكلتي وقت يكون شعري كيرلي انه بينفش، هاد لاحظت انه كل ما استعمله بيروح النفشه، يعني حتى وقت استشور شعري بيروح لي النفشه. فقلت لحالي ليش خطر لي امبارح، ليش ما بحاول اعمل الشيء اللي انه ليش ما بحاول جرب هذا البرودكت بنفس الطريقه اللي كنت حاول اعمل فيه شعري كيرلي، بس كل ما كنت اعمله كان ينفش. فجربت هذا وعن جد زبط. خلينا نشوف اذا بركي يمكن امبارح كان شعري حلو وظابط واليوم يمكن ما يزبط. اوكي، هاي عبيت شعري خلص، يعني يمكن كانت لهون صار كان لهون صار لهون. اوكي، وهلا رح مشط شعري مشان كل البرودكت يتوزع مزبوط. اوكي، وكمان رح مشطه من تحت بالطريقه، اصلا هو لازم يكون تمشيطه سهل لانه حطينا ليف ان. اوكي، هلا اللي رح اعمله، اوكي، انا رح فرفد شعري شوي. اوكي، وبلش اعمل هيك. اوكي، هو رح يبلش يعمل انه شعر ويفي. اوكي، انا لساتني مكمله، عم برفعه هيك خليه هيك شوي بعدين نزله، فعم يصير كيرلي. اوكي، رح ركز شوي كمان على الغره القدامانيه، ايوه. اوكي، وهلا رح اعمل هي الجهه، عم بعصره عصر بعدين عم بتركه. هلا في ناس بيستخدموا موس، انا بصراحه جربت الموس قبل بس يمكن غير، يمكن اذا استعملته هلا مع هذا البرودكت انه يمشي الحال، بس وقت استعملته قبل خشن لي شعري ونفش لي اياه كمان، انه شعري انا بينفش لانه مصبوغ. فرح ضل عم بعمل هيك وفرجيكم، يمكن ضل شي 10 دقائق 15 دقيقه وانا عم بعمل هيك. هيك قضيت امبارح، لاني صرت شوف كيرلز وين عم يطلع، فقلت ليش ما اكمل يعني. فعادت والله ضليت عم بعمل هيك لوصل الكيرلي اللي انا بدي اياه، وبينشف كمان لانه هو حاليا لسه يعني عم اوكي صار لي يمكن 3-4 دقائق وانا عم بعمل هيك. فانا اللي عملته امبارح ضليت عم بعمل هيك لبلش ينشف شوي، وبعدين تركته ينشف هيك لحاله وخلص. بس مثلا لانه السهل عم بيرطب، فيفضل انه نضل عم نعمل نحن هيك مشان ما يسلط، لانه الشعر لسه مو متعود يكون كيرلي، او انا هيك شعري يعني. يمكن في ناس شعرهم كيرلي بكفي انه يعملوا هذا الشيء لمده 5 دقائق وبس. بس صراحه هذا الشيء اللي نفعني وعم فرجيكم اياه، توتوريال سريع سريع، لانه ما عاد لي خلق كل يوم استشور شعري بصراحه تعب. فيفضل اني اذا لقيت طريقه يكون شعري فيه كيرلي حلو مرتب ليش لا. اوكي، عم نزله هيك، وكمان عم نزله لتحت وبلش اعمل هيك.
يعني حتى هو هيك يعني حتى هذا الستايل اللي هو الويت لوك كتير حلو، الناس بتحط له موس وبتتركه، بس انا نفس شعري بصراحة ما مشي الحال، بس I love الويت لوك. يعني لو شعري بيضل هيك وبروح مثلا event او شيء كتير بحس انه ستايلش، فرح ضل عم بعمل هيك. وفرجيكم اخر شيء انا وين رح وقف. حبيت فرجيكم الكيرلز اللي لهلأ وصلت لهم، يعني ما اعرف اذا مبين بس they're so nice. فلهلأ نشف أكثر من وقت ما بلشت، فلساتني مكملة بالعصر. بعرف أنه في ناس تستخدم منشفة أو في ناس تستخدم تي شيرت، بس أنا عملت هيك بارح فما بدي أقعد أتفلسف لأنه طالعة. فيمكن مرة تانية بقعد بجرب أشياء مختلفة، يمكن هلأ شعري مشي حاله مع هذا الليف إن كونديشنر ففيني أجرب أشياء وطرق تانية. أوكي سو This is it. وبس ينشف أكتر رح يكون ال curls more curly على ما أعتقد. Okay, so وصلت لهي النتيجة، فهلا رح أتركه ينشف على راحته. خلاص عجبني كيف ال curls وبس. That's it.